علينا أولا أن نشدد على النفاق المبين اليوم. هذا الاجتماع دعا له راعي الإرهاب الأول في العالم المسؤول عن أسوأ الفظائع في المنطقة وفي العالم، جمهورية إيران الإسلامية. استخدمت إيران وسطائها وكلاءها من حوثيين وحماس وحزب الله محاولة ترويع الإسرائيليين. منذ بضعة أيام كان الأطفال يلعبون بكل براءة في مجدل شمس، وصاروخ من صنع الإيراني قتل العشرات. أين تنديد حزب الله ومن يمدهم بالسلاح والعتاد إيران على هذه المجزرة؟ كل ما سمعناه هو إعراب عن الانشغال حيال التصعيد ودعوة الطرفين في إطار مساواة بين دولة ديمقراطية ومنظمة إرهابية ودعوتهما لتحلي بضبط النفس. إن من يتابعون ما يجري في المنطقة يجب أن يرحبوا بإزالة الإرهابيين، لا أن يدعو الطرفين للتحلي بضبط النفس. بالأمس أجرت إسرائيل ضربة دقيقة ضد فؤاد شكر قائد حزب الله، وهو كبير الإرهابيين الذين تلطخ يديه دماء الإسرائيليين، وهو مسؤول عن مجزرة مجدل شمس وقائم على هجمات منذ 9 أشهر ونصف بما آلاف الصواريخ ومئات المسيرات وأكثر من 1000 صاروخ مضاد للدبابات أودى بحياة عشرات الجنود الإسرائيليين وأدى بآلاف المواطنين لمغادرة ديارهم في شمال إسرائيل. نود أن نذكر هذا المجلس بمسؤولية شكر في الهجوم الذي استهدف المارينز الأمريكيين والفرنسيين في عام 83 في بيروت. هذه العملية توجه رسالة واضحة، مفادها أننا سندافع عن نفسنا وسنرد بكل قوانا ضد من يستهدفوننا. إن إسرائيل لن تظل مكتوفة الأيدي، سنواصل الدفاع عن أنفسنا وعن مواطنينا. على العالم أن يدعم إسرائيل في هذه اللحظة وأن يطالب حزب الله بالامتثال بقرار مجلس 1901 من خلال الكف عن هجماته والانسحاب شمال نهر الليطاني ووضع السلاح جانبا. ونحن من جهتنا مسؤولون عن ضمان عودة الإسرائيليين السليم والآمن لديارهم، وسنواصل التصرف لحماية جميع سكان إسرائيل. ولكن حزب الله وحماس والحوثيين لا يمكنهم سوى أن يبثوا سمومهم بدعم هذه الدولة. وإن إيران قد قدمت 800 مليون دولار لحزب الله من العام الماضي، بالإضافة لتكنولوجيات الصواريخ الدقيقة وذخائر مضادة للدبابات ومسيرات. هذا ما تستخدمه حزب الله ضد المدنيين الإسرائيليين. هذا ناهيك عما تقدمه إيران للجهاد الإسلامي ولحماس. هذه الأموال التي زادت على مر السنة الماضية. ضف إلى ذلك أن 50% من الأسلحة والذخائر التي صدرتها إسرائيل في قطاع غزة كانت من إنتاج إيراني. إن أفعال حماس والحوثيين وحزب الله ليست مشكلة إسرائيلية أو يهودية. إن النظام الإسلامي سيستهدف كل من يقف في وجه تحقيقه مآربه. تستخدم إيران وكلاءها لاستهداف إسرائيل حاليا، ولكن تصورها أوسع وعالمي. تخيلوا لو أن إيران حققت غايتها المتمثلة في حيازة السلاح النووي. هل أن من يلاحقون إسرائيل بينما تدافع عن شعبها؟ فإن الإيرانيين يكيدون الدسائس ضد إسرائيل وشعبها، ويسرون توفير الملايين من الدولارات والأسلحة للحوثيين ليستخدموها لغايات فتاكة ضد إسرائيل، ويستهدفون طرق الشحن. إن الحوثيين قد شنوا 200 هجوما ضد إسرائيل. والحقيقة أن حماس وحزب الله والحوثيين هم رأس الحربة المسمومة لإيران. أين كلمات إيران أمام هذا المجلس الانتهاكات الجسيمة كالقرار 1901 والقرار 2216؟ أين التنديد بحماس وهجومه المقيت في 7 أكتوبر؟ أين التنديد بحزب الله والحوثيين على لسان القائمين على النظام الإسلامي؟ يتظاهر أعضاء المجلس بالقلق حيال التصعيد الإقليمي، ولكن عليهم أن ينظروا في الأسباب الجذرية لهذا التصعيد. لنعد للثاني من مايو 2011.
الأمين العام آنذاك كان بان كي مون، وأحيا تصفية أسامة بن لادن قائلا إن هذه لحظة فارقة في كفاحنا العالمي ضد الإرهاب، وأعرب عن ارتياحه أمام هذا الخبر بأن توقفوا وتأملوا في رد الفعل هذا منذ 13 عاما وقارنوه برد فعل المجلس اليوم. تساءلوا ما هو سبب هذا التغير الجذري؟ الاستنتاج الوحيد هو أنه لما كانت إسرائيل تواجه الهمجية الإيرانية وتتخذ الإجراءات المطلوبة لحماية مواطنيها، فإن الأمم المتحدة متضايقة من ذلك. إن إيران راعية الإرهاب وهي محرك الخراب والدمار الذي يهدد أرواحنا. إن سفك دماء الأطفال في مجدل شمس وضحايا مجزرة 7 أكتوبر وكل الضحايا بعد إطلاق الصواريخ على المدن الإسرائيلية ومعاناة الرهائن الذين تحتجزهم حماس منذ 300 يوم غدا كلها تعود لمطامع طهران. ندعو المجتمع الدولي لمحاسبة نظام إيران على أفعاله. لا يمكن أن نظل ساكتين، ولذلك نطالب من هذا المجلس أن يندد بإيران ودعمها الإرهاب الإقليمي وأن يزيد من جزاءاته على طهران. علينا على هذا المجلس أيضا أن يدرج الحرس الثوري الإيراني في قائمة المنظمات الإرهابية لأنهم يشنون هجمات في الشرق الأوسط وخارجه. Thank you.